كر وفر بين المحتجين والقوات الأمنية في ثالث يوم من الاحتجاجات. أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وامتدت الاحتجاجات التي كانت متركزة في مدينة أم درمان لتشمل مناطق كثيرة داخل ولاية الخرطوم. حزب المؤتمر الوطني الحاكم أكد أن الحكومة السودانية لن تتراجع عن قرارها برفع الدعم عن أسعار المحروقات، وقال إن الشعب السوداني سيتفهم تلك الإجراءات واصفا التظاهرات بالمحدودة. نحن نراهن على الشعب السوداني، فعلى ما يراهن الآخرون. لا يمكن لعاقل أن يشاهد ما يجري الآن من مجموعة بسيطة ومحدودة تحركها أصابع المعارضة من خارج الحدود عبر التلفونات، وتريد أن تسير أكبر قدر من التوترات ومن من من من, من النعرات العنصرية والعرقية، أن تقوم بحرق المتاجر، أن تقوم بحرق طلمبات الوقود. السمة البارزة في هذه الاحتجاجات أنها تركزت داخل الأحياء السكنية ولم تصل إلى المناطق الحيوية في ولاية الخرطوم حيث مقار الوزارات والمصالح الحكومية، لكن هناك توقعات أنها ستستمر وستتسع رقعتها. لا توقع أن تتوقف التظاهرات لعدة أسباب. الإجراءات الأخيرة برفع الضغط لها تأثير كبير على المواطنين وتزيد من معاناتهم، ولذلك لا أتوقع أن تتوقف التظاهرات بل ستستمر، ويمكن أن نطلق عليها بداية لثورة أو تغيير. وتأتي زيادة أسعار المحروقات في إطار حزمة حكومية لإصلاح الاقتصاد السوداني الذي يواجه صعوبات كبيرة، وتتضمن أيضا خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإنتاج، لكن هناك مخاوف من التأثيرات الناجمة عن ذلك على مستوى المعيشة. مع تزايد الاحتجاجات الشعبية ضد القرارات الحكومية والمتمثلة في رفع أسعار المحروقات، تقول الحكومة السودانية أنها لن تتراجع عنها وأنها تثق في الشعب السوداني فإنه سيتقبلها في نهاية الأمر. محمد عثمان، بي بي سي، الخرطوم.